هلأ نكمل بهذا الفيديو عن الإير درينيج كلتشر. هون أنا بدي أعمل كلتشر من وين؟ من الأذن، تمام. ممكن أنا طبعا يصير عندي أنا إنفكشن في الأذن، إنفكشن معينة، وبالتالي أحتاج لأن أعملها كلتشر. والسامبل اللي ممكن أنا أخدها من الإير ممكن تكون فلويد سائل، ممكن تكون فلويد، ممكن تكون بس، ممكن واكس، او ممكن بلد حتى من الاير، تمام. هاي العينات اللي ممكن انا اخدها حتى اعمل دياجنوسيس او كلتشر من الاير. هلا الاير انفكشن بالعادة بشخصوها على السيمتومز بالاعراض اكتر من انهم يعملوا لها كلتشر. هلا هون في عنا الأمراض أو الانفكشن اللي ممكن تصيب الإير. هلأ بالعادة الإكستيرنال إير اللي هي الأذن الخارجية من هون عادة بتعمل ريفليكت للميكروبيا الفلورا أوف سكين، يكون في عليها ميكروبيا الفلورا لأنها هيك خارجية. الميدل والإير إير شود بي ستيريل، عادة الأذن الوسطى والداخلية يكونوا استيريل من أي بكتيريا، تمام؟ طيب هلأ ممكن يصير أنا عندي otitis externa، تمام؟ شو يعني التهاب الأذن الخارجية؟ هلأ في ممكن تكون acute وممكن تكون chronic. هلأ إذا كانت acute زي مين؟ مثلا عند infection اللي هي باستشول اللي هي زي بثرات ممكن تكون، وفيورنكل اللي هي عندي الفيورنكل معناها الدمامل ممكن يصير، وهي سببها الباستشول او الفيورنكل اللي هي ستافيلوكوكس اوريس. ممكن يصير ايضا عندي ارسيبيلس. الارسيبيلس اللي بيسبب لي اياها جروب A ستريبتوكوكس، تمام. الارسيبيلس اللي هي بصير عندي حمرة، يعني التهاب جلدي بتسبب لي الجروب A ستريبتوكوكس. ايضا في عندي اللي هي السويمرز اير، عادة هاي بصير عندي من الماسوريشن اوف ذا اير فروم سويمينج اور هوت او هيوميد ويذر. يعني هاي السويمر اير يعني زي في عندي بصير عندي نقع لهاي الاذن، زي انك تحس انه في مي بدانك، هاي من السباحة ممكن، او ممكن تكون تنتج من حرارة او من طقس بكون رطب، تمام. هاي البكتيريا اللي ممكن تكون موجودة في هاي الحالة اللي هي سيدوموناس ايريجونوزا، تمام. اذا الأوتيتس إكسترنا اللي هي التهاب الأذن الخارجية ممكن تكون أكيوت وممكن تكون كرونيك. الأكيوت ممكن يظهر لي أكثر من إنفكشن اللي هي باتشول أو فيورنكل، سبب ليها ممكن في عندي تكون ستاف أورياس والإيريسيبسل. الإيريسيبلس ممكن اللي هي تعمل لي جروب A، والسومر إير اللي تعمل لي سيدوموناس إيريجونوزا، تمام. هلا الكرونيك للأوتيتس إكسترنا هذا الإشي due to irritation from drainage of middle ear، يعني بصير أنا عندي تهيج من هذا الدرينيج اللي صار بسبب الالتهاب في الأذن الوسطى، تمام. فبصير عندي subarachnoid otitis media التهاب أذن، بصير عندي متقيح، أو في بصير عندي perforated eardrum، يعني بصير عندي طبلة الأذن ممكن إنه يصير لها ثقب، تمام. إذا في الكرونيك أنا بصير عندي irritation، بصير عندي تهيج، بصير عندي suppurative otitis media يعني التهاب الأذن، بصير عندي متقيح وممكن يصير عندي ثقب للطبلة. هلا الأكيوت otitis media عادة تحدث في الشيلدرن بسبب النيموكوكس أو الهيموفيلس إنفلونزا،
هدول of the most common isolates بالacute otitis media that occur in children. تمام؟ اللي هي pneumococcus والhemophilus influenza. هلا ممكن في عندي infection تال اللي هي mastoiditis، هذا complication للchronic otitis media. هاد بيصير عندي مضاعفات أنا للchronic otitis media، وممكن يصير عندي مرض اللي هو اسمه أو complication اللي هو mastoiditis، اللي هو بيصير عندي التهاب بأحد خلايا الجمجمة اللي قريبة بتكون من الأذن، وبسبب لي إياها عندي الآن aerobic effluvia. تمام؟ إذن هون كل infection وشو ممكن الايزوليتد باثوجين المتوقع أن يكون في هاي الانفكشن. تمام؟ هلا specimen collection، كيف أنا بجمع العينتي من الإير؟ هلا إذا كان في عندي إكستير من الإكسترنال إير، يعني من الأذن الخارجية، شو بعمل أنا؟ بعمل كلينز الإكسترنال إير to reduce contaminated skin flora، يعني بنظف هاي الأذن الخارجية طبعا المنطقة حتى أقلل التلوث بالفلورا الموجودة على السكين. طيب هلا any discharge in the external canal is a suitable specimen for aerobic culture only. طبعا أي discharge موجود في هاي القناة الخارجية بيكون هو عينة جيدة، وأنا بأخذها لحتى أعمل زراعة إيروبيك فقط. تمام؟ هلأ هاي عينتي أنا وين بحطها؟ لهاي السامبل ديسشارج بحطها بكالتشر سواب كونتينر. طبعاً أنا بأخذ عينتي بسواب، وهاي السواب بحطها في كونتينر خاص مثل ما شفتوهم باللاب، إلها بيكون تيوب بحطها فيه، بيكون زي إلها غطى هاي السواب، وبحطها في اليوتيوب الكونتينر تبعها. تمام؟ فهاي أهم إشي للإكسترنال إير. في عندي إذا كان عندي أوتايتس ميديا التهاب الأذن الوسطى، كيف أنا بعمل كوليكشن للسامبل تبعتي؟ إذا كان في عندي أوتايتس ميديا بعمل أنا هون اللي هي تيمبانو سينتيسيس، تيمبانوسينتيسيس هي نيدل أسبيريت performed by physician using sterile equipment. يعني شو هنا بيعملوا؟ هاي عملية إني أنا باخد الفلويد أو أي إشي بيكون موجود عندي تقيحات بالأذن الوسطى بواسطة نيدل. هاي النيدل بتعمل ثقب أو بتخترق عندي التيمبانيك ميمبرين اللي هو غشاء الطبلة، وبتجيب عندي العينة. تمام؟ اللي هي بتكون عندي مثلا تقيحات أو فلويد من منطقة الأذن الوسطى، فأنا هاي هي عملية أخذ العينة من منطقة الميديا اللي هي تيمبانو سينتيسيس، وهي نيدل تعمل على إيش؟ على ربتشر للتيمبانيك ميمبرين حتى تأخذ عندي التقيحات الموجودة. هلأ if eardrum is ruptured the exudate should be collected by inserting sterile swab. يعني فرضا صار عندي ربتشر لأنا لغشاء الطبلة أو طبلة، ممكن أنا أجمع عينتي باستخدام sterile swab. طبعا throw auditory speculum يعني عن طريق منظار سمعي. تمام؟ عن طريق منظار سمعي. هلا الماستوديتس هاي بنعملها ان ايروبيك كلتشر، لانه حكينا هي بتنتج من الان ايروبيك فلورا. طبعا هون الاستورج لازم يكون على درجه حراره من 2 ل 8 درجه سلسوس وفقط لون داي. تمام؟ اذا العينات اللي بناخذها من الميديا الأوكيولر ميديا اللي هي بتكون الأذن الوسطى، باخد أنا اللي بحفظها على درجة حرارة من 2 ل 8 ليوم فقط. تمام؟ فإذا أنا الإير أنا باخدها إذا كان في عندي إنفكشن أنا بالأذن،
وممكن اخذ فلويد او بلط او اكسودات او افرازات او درينيج، تمام، وهاي باخذها وبعملهم كلتشر. طيب في عندي اكثر من انفكشن ممكن تصيب الاير وذكرناهم، كيف انا بعمل كولكشن من الاكسترنال، بعمل باخذ ديسشارج باستخدام السواب، ومن الاوتيتس ميديا بستخدم التيبانو سينتيسيس اللي هي عبارة عن نيدل بتعمل على هاي النيدل بتعمل على بانكتشر التيمبانيك، يعني بتثقب عندي التيمبانيك ممبرين وبتاخد عندي العينة، أو عندي الميستودايتس اللي هي نعمل آن إيروبيك كاتشر، تمام. هلأ بالنسبة للترانسبورت للإير سواب أو أي عينة من الإير لازم إنها تنتقل للمختبر as soon as possible. هاي as soon as possible. هلأ إذا الفوليوم اللي أنا أخدته من نيدل أسبيريت كان سمول، فأنا السيرنج بدون النيدل بنعملها ترانسبورت to the lab immediately، يعني بنقلها مباشرة بواسطة السيرنج، بخليها بالسيرنج هاي العينة وبنقلها مباشرة إلى اللاب. طيب هلأ وصلتني أنا العينة وعملت لها كوليكشن، شو بعمل في اللاب؟ بعمل جرامستين وبعمل كلتشر عبلد أجار أو شوكولت ومكونكي طبعا ل 48 ساعة، وبعمل أنتيبيوتيك سنسيفيتي تيست حتى أحدد الأنتيبيوتيك لهاي الباثوجين، تمام. فهاي هيك بدي تعرفوا لهون مراجعة بس إير كلتشر، بدي تعرفوا السامبل اللي أنا باخدها من الإير. في عندي أكتر من إنفكشن هنا لا الإير، وشو الباثوجين المتوقع بسبب هاي الإنفكشن اللي بسبب لي هاي الإنفكشن، كيف أنا بعمل كوليكشن لا من الإكسترنال إير من الأوتيتس ميديا والماستودايتس، وكيف أنا بعمل ترانسبورت لهاي العينات. بعد هيك لما أنا خلصت جمعت العينة شو بعمل في اللاب، تمام، بعمل جرامستين وكلتشر وأنتيبيوتيك سنسيتيفيتي تيست. هلأ الآي عندي كلتشر، هلأ بالنسبة ليش إنه إذا صار في عندي أنا إنفكشن بالأوكيولر إنفكشن، يعني بصير عندي انفكشن بالعين، فبطلب انا وقتها الزراعه. هلا شو ممكن يصير في عندي انفكشن انا في العين؟ ممكن يصير في عندي كونجنكتيفايتس اللي هي التهاب الملتحمه، وهي هاي الميوكس ميمبرين كفرنج السكليرا، يعني هذا الغشاء المخاطي اللي ممكن يحاط اللي بيغطي اللي هي الماء البيضاء ليه العين البيضاء أو المنطقة البيضاء بياض العين، هاد الغشاء المخاطئ اللي بغطيه، تمام. طبعا شو ممكن يصير في التهاب الملتحمة؟ ممكن يصير ريدنج تيرينج بيوريولنت ديسشارج، يعني ديسشارج بكون عندي متقيح، ممكن يصير عندي تدمع العين، يصير عندي احمرار. طبعا أنا ما بهمني تعرفوا شو ممكن يصير عندي، بس بشكل عام تعرفوا ايش هي الاوكيولار انفكشن: كونجنكتيفايتس اللي هي التهاب الملتحمه، كيراتايتس التهاب القرنيه الكورونيا كورنيا، والاندوفيثالمايتس اللي هي هذا بصير عندي انفلاميشن للاوكيولار كافيتي والانترا اوكيولار تيشو الانسجه المحاطه بالعين وتجويف العين، بصير في عندي انفلاميشن، تمام. والبيري اوكيولار انفكشن وهي بالتشو سراوندينج ذا اي ذا اي، يعني بالانسجه المحاطه بالعين، تمام، زي مثلا الايليتس الجفن او اللاكريمال سيستم اللي هو النظام الدمعي والاوربت، تمام. فهاي الاوكيولار انفكشن ممكن يصير عندي هاي من واحده من هدول الاوكيولار انفكشن. بدي اشوف مين هي المسبب، فممكن انه نعمل كلتشر من هاي الانفكشن. هلا كيف بجمع انا عينتي من العين؟ لاحظوا اول اشي لازم اخده بعين الاعتبار انا اعمل كونتاكت لللاب
prior the collection of the specimen from the eye. يعني اتصل باللاب واخبره ان انا هلا راح اخذ عينه من العين فعشان ايش يجهز البروسيجر كامل هلا. ف special media ميديا خاصه procedure and or beside inoculation may be needed. يعني ممكن انا اعمل inoculation للعينه مباشره bedside يعني بجانب السرير. هلا فرض جمعت العينه من العين بستخدم ايش اسواب اسمها داكرون اسواب هاي with plastic shaft اللي هي مثل شفتوهم باللاب الاسوابات اللي بتكون لها تيوب وبتكون لها غطاء مجرد ما انا احطها بالتيوب بكون على اخرها ايش غطاء بلاستيكي تمام. هلا عادة هاي بستخدمها الاسواب for viral and chlamydia culture. لان شو ممكن انه يطلع expected organism في العين ممكن يكون فيروس وممكن يكون كلاميديا تراكوماتس تمام. فهاي طبعا بتحتاج لايش ترانسبورت ميديا خاص فيها. طبعا نعمل كلتشر لايتش اي سيبريتلي يعني كل عين بنزرعها على كلتشر ميديا خاص مش العينتين. فرضا اخذت عينه ما باخذ عينه انا من العين الاولى والثانيه بنفس الوقت او بنفس السواب وبزرعها على نفس الكلتشر ميديا لا باخذ انا سواب من العين الاولى وبزرعها وباخذ سواب من العين الثانيه وبزرعها على تو كلتشر ميديا سيبريتلي يعني منفصلين تمام. هل عاده الاي سبيسيمين collected by ophthalmologist يعني ophthalmologist يعني اللي هو أخصائي البصريات أو طبيب العيون عادة هو اللي بيأخذ العينة وليس فني المختبر. هلأ for best recovery حتى أنا أكشف عن الباثوجين اللي سبب لي هاي الانفكشن بالعين عادة هي from media inoculated at the bedside عادة من الميديا اللي صارها inoculation يعني زراعة الميديا عن بجانب السرير مباشرة يعني من العين من العين مباشرة حطيتها على الكلتشر ميديا تمام. إذا أنا لازم أخبر أعمل اتصال قبل ما أجمع العينة من العين بالمختبر وأستخدم سواب في جمع العينة ولازم يكون عندي ترانسبورت ميديا حتى تظل العينة محفوظة بهذا التيوب ما يصير لها جفاف. وعادة العينات هاي الاي تتاخذ عن طريق الأوفثالمولوجيست اللي هو أخصائي البصريات أو طبيب العيون. هلأ لاحظوا هون الكون هون خلينا ننزل بس شوي. هلأ الكونجنكتيفا للملتحمة كيف إذا صار في عندي التهاب أنا بالملتحمة بستخدم أنا السواب أو بعمل اللي هي سكاربينج السواب طبعا مويستند سواب بنستخدم سواب تكون رطبة وبناخد وين على اللور كونجنكتيفا الملتحمة السفلية avoid eyelid border and lash بننتبه إنه ما نعمل كونتاكت ب الجفن أو بالرموش تمام. في حال أخذ العينة مباشرة بأخذها في أسفل الملتحمة طبعا بحطها بترانسبورت ميديا أو بعمل سكارب للور كونجنكتيفا اللي هي الملتحمة السفلية بعمل زي خدش وباخذ من هاي المنطقة. طبعا إيش لازم أنا أعمل بالأول بحط 1 أو 2 دروب من التوبيكال أنستيتيك يعني مخدر موضعي فبعمل خدش أنا بأسفل الملتحمة وبعدين بعملها إنوكوليشن مباشرة ممكن على البلد أجر أو الشوكولات تمام. فإذا من الملتحمة باخد يا إما سواب بتكون رطبة وبمتنع أنه ألمس الجفن أو الرموش أو بنعمل سكاربينج لللور تريزل كونجنكتيفا بخدر أنا المنطقة وباخد هاي بعمل سكاربينج
عفوا سكريب اللي هي خدش زي خدش، وباخذ العين بعملها انوكوليشن مباشره على بلاد اجار والشوكليت. تمام. هلا الكورونيال القرنيه سكريبينج، طبعا خدش القرنيه، كيف هذا البروسيجر بينعمل؟ عن طريق الاوفثالمولوجيست اللي هو اخصائي البصريات او طبيب العيون، طبعا كونتاكت مايكروبيولوجي فور ميديا فور دايركت انوكوليشن. لازم انا اخبر مختبر المايكرو حتى يحضر حاله للميديا لمباشرة حتى يعمل انوكوليشن للعينة. دايركت كلتشر انوكوليشن مباشرة بنزرع العينة على اي اجار، على البرين هارت انفيوجن اجار، هذا خاص سبيسيفيك للكورونيال سكريبينج، فهاي باخدها انا على بزرعها على هذا الاجار. تمام. وممكن كمان على الشوكليت وسبروز دكستروز اجار. هلا الترانسبورت كالعاده انه اعملها ترانسبورت as soon as possible و don't refrigerate، لازم ما نحطها بالثلاجه عينات العين. تمام. اذا اخذت سمول فوليوم الاسبيريت بسرنج بعمل ترانسبورت للسرنج without needle مباشره لللاب، بعمل العينه بالسرنج ومباشره بوديها لللاب. تمام. فهاي عندي هيك العينات. هلا الابنورمال اوكيولار فلورا عاده اللي بتصيب بتكون غير طبيعيه، الباثوجين اللي بتعمل لي اوكيولار انفكشن ممكن تكون هيموفيلس انفلونزا، ستريبتوكوكس نيمونيا، جروب اي ستريبتوكوكس، سافيلوكوكس اورياس، سيدوموناس باسيلس نيسيريا، وسام سابروفيتك فانجاي، واي مايكو بكتيريال تشيلوني. تمام. هدول ممكن انه يكونوا كابنورمال فلورا للاي. اذا فقط هيك مراجع بدي تعرفوا لي هون للاي كلتشر شو هم الاوكولار انفكشن، كيف انا بجمع عينتي السبيسيمن كوليكشن عاده بجمعها اخصائي بصريات او طبيب عيون، بتصل مباشره بالمختبر حتى يجهز السبيشال ميديا والبروسيجر وبيت سايد انوكوليشن، ممكن انه يصير عندي ازرع العين مباشره بجانب السرير. تمام. من المتوقع انه يكون عندي فيروس او كلاميديا تراكوماتس في العين، فاذا بدي اجمع عينه من الملتحمه ممكن اجمعها بطريقتين، يا اما بالسواب او اعمل سكريبينجز اللي هي خدوش، وكرونيال بجمع لي اياها اللي هو اخصائي البصريات وبنزرعها على سبيسيفيك ميديا وبس. هيك بنكون ان شاء الله خلصنا اخر محاضرة من محاضرات العملي. بتمنى انه تدرسوا منيح، اي سؤال انا جاهزة، وبتمنى لكم التوفيق في الامتحان الفاينل، ويعطيكم العافية.